واحدة بتقول أنا فتاة في العشرين من عمري مخطوبة لشاب كويس أخلاقيا وماديا، لكن قليل الكلام. قليل الكلام إن ما كانش منعدم الكلام معايا نهائيا، وأنا زي أي بنت في سني أحتاج الكلام والمشاعر. أنت لازم تنطقيه. إن ما كانش يتكلم اسأليه أسئلة فهيجاوب عليك، لكن إذا كان السؤال يجاوب عليه بكلمة واحدة أو بهزة راس يبقى ده عايز له شغل تاني. بتقول ولم يتغير خلال سنة الخطوبة، والآن لم أحتمل ولم أستطع أن أقرر باستمرار معه على حساب مشاعر. إيه رأيكم؟ شوفوه هو بيهتم بإيه؟ إيه الموضوعات اللي يهتم بيها؟ وادخلوا له في الموضوعات اللي يهتم بيها، ثم يبتدي يتفتح ويتكلم. ما عرفش ده بعد الزواج هيتكلم ولا لا. اهو ده درس للباقيين اللي خاطبين، ان لازم يكون عندهم جو من الدرس.